لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. بسم الله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وحمده على كل شيء قدير وإليه المصير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آله وسلم تسليما كثيرا. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس سورة النور، وأبشروا وهنيئا لكم حيث الرحمة والسكينة ومجالسة الملائكة الكرام والذكر الحسن عند الله عز وجل. ما زلنا مع هذه الآيات البينات وهذه السورة المباركة. نستمع للآيات عن تلاوة بعض أبنائنا ثم نشرع في بيانها. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله في بيان هذه الآية: أن يأمر تعالى الأولياء والأسياد، الأولياء يعني أولاء الأمور والأسياد، بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى. والأيامى
هم من لا أزواج لهم من الرجال ومن النساء، سواء كان ثيب أو بكر، وكان ثيب أو بكر. نعم. فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه. يعني هذه دعوة، وانكحوا الأيام منكم والصالحين، دعوة لتزويجهم لإعفافهم، وهذا خطاب موجه لولي الأمر وكذلك للسيد الذي يملك نفس الحكم ونفس المعنى. ثم يقول: والصالحين من عبادكم وإمائكم، والصالحين من عبيدكم، العبيد الذين كانوا يملكون يعني لأصحابهم. الشرع هنا يوجه المالك لهؤلاء أن ينظر في أحوالهم، إن كانوا من الصالحين أن يقوم على تزويجهم، وهذا نقول فيه من رواعي الشريعة، فضل الله تبارك وتعالى أن تحث حتى السيد الذي لديه عبيد إن كانوا صالحين، وسنبين يعني معيار الصلاح هنا، أن يقوموا على تزويجهم. فهذا مما يبين عظمة هذه الشريعة التي تراعي المشاعر والعواطف والغرائز حتى عند المملوك الذي هو ملك لصاحبه، أن ينظر في هذه الغرائز التي فيه، إن كان صالحا إذا زوج أو مكن من التزويج أن يكون صالحا في نفسه، ويعني عاملا على إصلاح غيره، فهذا ولا شك من المحاسن التي تحسب لهذه الشريعة الغراء، وكلها حسن بفضل الله عز وجل. يقول: يحتمل أن المراد بالصالحين هنا صلاح الدين، أي إن كان المملوك صالح، يعني يصلي، يؤدي الطاعات، يتقي الله في عمله، ليس عليه مآخذ من أخلاقيات أو سلوكيات. وكذلك هم يقول: وأن الصالح من العبيد والإماء وهو الذي لا يكون فاجرا أو زانيا أو يعني مرتكبا لفواحش القول والفعل. فهذا مأمور سيده أن يعينه، أن يزوجه، أن يزوجه من باب أنه بذلك يعفه. نعم. يقول: وهذا يعني جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه، ولأن الفاسد يعني الفاسد خرج من الأمر بالتزويج هنا أو الندب للتزويج، لأن الفاسد إذا كان العبد فاسد يعني يرتكب الفواحش، سيء الخلق إلى آخره، فهذا لا يعان على يعني التزويج لكونه سيكون فيه مفسدة. ولذلك خص هذا الأمر من الأيام ومن العبيد بالصلاح، الصلاح في معناه الذي أشرنا إليه. نعم. يقول: لأن الشريعة أصلا كما مر بنا في الآيات السابقة حرمت تزويج الزاني، فإن كان العبد صاحب فواحش وما شابه ذلك فهذا لا شك يدخل ضمنا في الآيات السابقة والتي أنبأتنا أن الله حرم ذلك على المؤمنين، أن يزوجوا الزاني إذا كان مازال مرتكب لفاحشة الزنا أو لم يتب منها ولم يتغير حاله لا يزوج بأي حال من الأحوال، وكذا الزانية. فما بالكم بالعبد المملوك إذا كان من مرتكب هذه الفواحش. نعم. قال: وقوله إن يكونوا فقراء، أي الأزواج والمتزوجين، يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة مثلا العيال والتكاليف وما شابه ذلك، فهذا وهم. بمعنى يعني أحيانا الرجل يقول: والله أنا ممكن أزوجه إذا كان من الأيام الذي ليس له زوجة، ولكن أخشى أن أزوجه لا يستطيع أن ينفق على من سيتزوجها، ولعله سيكون يعني إعالة على الآخرين. هو يقول هنا المولى عز وجل يشير إلى معنهم جدا: إذا أنتم أديتم ما عليكم من تزويجهم إن كانوا من الصالحين، فحتما الزواج باب من أبواب يعني الرزق التي تفتح، فمجرد أن تزوجوهم يغنيهم الله تبارك وتعالى من فضله، يتحملوا المسؤولية، يؤدون يعني ما عليهم. نعم.
يقول المولى تبارك وتعالى: والله واسع عليم. قال: أي كثير الخير، عظيم الفضل، عليم بمن يستحق يعني أن يعطى هذا الفضل، سواء الديني الذي هو الصلاح أو الدنيوي، أي التزويج والإعانة عليه. نعم. قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا توجيه رباني رائع وجميل، دعوة للاستعفاف لمن لا يقدرون على تزويج أنفسهم فضلا عن تزويج غيرهم. فالمولى يدعو الجميع، وليستعفف، يطلب العفة من الله عز وجل ويتحرى العفة، وسيصل إليها بفضله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أخبرنا عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. الذي يطلب العفة سيعفه الله، يحفظه الله. وهذا معنى مهم جدا جدا. هنا يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، لا يجدون يعني ما يتزوجون به، المهر مثلا والمسكن وما شابه ذلك والتكاليف ليس عندهم، ماذا يصنعون؟ يمدون الأيدي للناس؟ لا. من معاني الاستعفاف عدم السؤال، عدم مد الأيدي للآخرين. وكذلك من معاني الاستعفاف هو لا يستطيع الزواج، فليعف نفسه بتوجيهات تربوية نبوية رائعة جدا جدا، كما في الحديث المشهور: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة مصاريف الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه الصوم إنه له وجاء. هذا استعفاف بنص الحديث. هذا يعني إيش؟ يعني إن استطعت أن تتزوج، عندك المصاريف والتكلفة، تزوج، عف نفسك. هذا أمر مطلوب جدا، وانتوي بهذا الزواج مثلا الذرية الصالحة التي تعين على الخير وتدل عليه، والتي تكون سبب في دخولك الجنة ونشر المعروف والخير. هذه النية التي تتزوج بها، مش مجرد التكاثر والتنافس الدنيوي، لا، يكون في عندك نوايا. طيب، إن لم تستطع فعليك بالصوم. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصوم يضيق مجال الشيطان، يكسر حدة الشهوة، يقلل الرغبة في الشهوة إلى حد كبير جدا. وهذا مما يوصف للشباب تحديدا، لأن الشهوة عند الشباب قد تكون أقوى، وقد تستفار عن طريق مثلا الكاسيات العارية والفضائيات والمحاميل وما شبه ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الاستعفاف بالصيام، ونحن الحمد لله في شهر الصيام، مدرسة الصيام، ورأينا كيف أن الصيام يكسر فعلا حدة الشهوة ويعين على هذا المعنى العظيم الجميل. لذلك نصيحة للشباب الذي ما زال في يعني طور الدراسة مثلا وطلب العلم وما شبه ذلك، أن يعني يعف نفسه بالأكثر من الصيام، وخصوصا صيام السنة كالاثنين والخميس والثلاثة أيام. ولا شك هذه مما سيعينك على أن تستمر بفضل الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول، حديث طويل صحيح رائع جدا: من يستعفف يعفه الله، ومن يتصدق يصبره الله. نعم. ومن يستغني يغنه المولى تبارك وتعالى. ولن تعطوا عطاء أوسع من الصبر. إذا كنت قادر على تكلفة الزواج، مش معاك المهر والمسكن وما يعني يلزم لبدء المشروع مثل مشروع الزواج، فعليك بأن تطلب العفة من الله، وعليك بالإكثار من الطاعات والقربات حتى تحصن نفسك من الشيطان الذي قد يدفعك في غير الاتجاه وفي غير الطريق. نعم. يقول: حتى يغنيه الله من فضله. هذا وعد للمستعفف أن الله سيغنيه. يعني كلمة حتى يغنيه الله من فضله يعني فيها أمل، فيها بشرى أن الأمر هين، أن الله عز وجل على كل شيء قدير. لأنك إذا طلبت هذا من الله عز وجل أعانك سبحانه وتعالى، فأنت استعففت، لم تسأل الناس ولم تنحرف، وطلبت من الله أن يعفك، فهذا لا شك فيه بشرى أن الفرج قريب، أن الفرج قريب. كن واثقا، وكما قلنا مرارا: إن تصدقوا الله يصدقكم. إن تعففت بصدق، وإن تحريت العفاف بصدق، سيعفك تبارك وتعالى، لأنه إذا رأى منك الصدق صدقك سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى:
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذه الآية خصيصا في العبيد الذين طلبوا من أسيادهم أن يكاتبوهم ليكونوا أحرارا طلبا للحرية. يعني يكاتبوهم يعني يكتب عقد مع سيده: اعتقني على أن أعطيك مبلغ من المال كذا، على أن تعطيني فرصة لسداده منجما يعني مقسط. فالمعجل هنا يقول، وهذه لطيفة جميلة جدا إخواني، يقول: من طلب المكاتبة فكاتبوه أمر. لأن واحد يقول لك: لا أنا مش عايز أفرط فيه، ده عبدي. لا، متى طلب العبد المكاتبة وعلمنا أن فيه خيرا وأنه قادر على السداد وقادر على أن يكون خير ومنضبط ومستقيم، وجب علينا أن نساعده على ذلك. عارفين ليه يا جماعة؟ الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد في مجتمع كان الرق والعبودية فيه أمر مسلم به، ما من بيت إلا وفيه عبيد وموالي، وكانت عبارة عن عملة، وكان هذا مسيطر على يعني الجزيرة وعلى حتى فارس وروم، والدنيا كلها كانت تتعامل يعني نظام العبيد والموالي، البيع والشراء، ماشي. فجاء الإسلام يعني يطلق يد الحرية والعتق لهؤلاء، فشرع تشريعات خاصة ممكن تلاقيها في صور تانية جميلة جدا، رائعة جدا جدا. يعني مثلا لو واحد قتل واحد خطأ، يقول أول حاجة عتق رقبة، أو ده تخلص واحد من الحرية. طيب إيش ده حادثة، عمل حادثة، يقول له عتق رقبة. واحد ظهر من امرأتي، قال لامرأتي: أنت عليك ظهر أمي. ظهار محرم، ملوش دعوة بالطلاق، بس في كفارة. كفارة ترتبت إزاي؟ ها؟ عتق رقبة. أول حاجة عتق رقبة، ده برضو إيه؟ بيخف. تلاقي في تشريعات بفضل الله تبارك وتعالى رائعة جدا، حتى اليمين الحلف. لو واحد حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها، في بعض النصوص الواضحة والجلية تقول فيها عتق. اعتق، ده كله إيه؟ يساعد على فك الرقاب، الناس تعتق ورغب في الأجر، أجر العتق. ولذلك الصحابة كانوا يتنافسون في العتق. يعني سيدنا عبد الله بن عمر كان عنده عبيد كثر جدا، كانوا يجوا يعملوا إيه قدامه؟ يجوا قدامه يقعدوا يصلوا، فيلاقيه يصلي ومزر على الصلاة وكويس، يقول له: تعالى أنت حر لوجه الله. فالجماعة يقول: يا عم دول بيضحكوا عليك، دول بيخلعوه عشان تديهم الحرية. يقول: من خدعنا في الله خدعنا له، قابلها بمزاجي، مش هو خدعني في الله، أنا قابلت تجارة مع الله عز وجل. ولذلك تجد هذا مشروع. ومن جملة هذه المعاني المكاتبة. لو أي عبد جاء لسيده وقال: كاتبني على حريتي بكذا، أنت اعتقني بكذا، إن وجد أن هذا العبد فيه صلاح وفيه قدرة على تسديد الثمن، لأن الشرع ما يبخسكش حقك، لا ظلم أنت شاري بفلوسك ومالك ما يبخسكش حقك، بس بيقول لك يعني راعي يعني الرق والعبودية وكذا، لو طلب وفعله على طول، بس بشرط يكون عنده قدرة على السداد، وأن يكون عنصر فعال في المجتمع، عنصر مفيد، عنصر نافع، ما يكونش عالة. يعني قال لك معنى الكلام، الآية هنا بتقول إيه؟ فكاتبون علمكم فيهم خيرا. يعني قال لك لو أنت شايف إن العبد ده اللي عندك، لو أنت اعتقته ده كسول ونوام وعنده مثلا مخالفات وعنده فواحش وعنده كذا، لا مش ده اللي تكتبه. لأنك أنت لو أنت كتبته وهو كسول، هيبقى عالة ويلف ويسأل الناس، وده كده ما ينفعش، يبقى انت كده بتعلمه حاجه مش مظبوطه. لكن لو عنده صحه وقدره على العمل، لا ساعده في المكاتبه، قول له خلص خش. اذا هذه واحده. الثانيه، لو كان هذا العبد صالح يعني دين، برضه ساعده وحاول ان تجتهد في مساعدته. تخيل بس المعنى. وهذا مما فيه يعني دعوه شرعيه هنا الان ستسمعونها: وأتوا من مال الله الذي آتاكم. تخيل يعني إيه؟ يعني قال لك ممكن تديله من زكاة المال كمان عشان يخلص المكاتبة، يخلص الدين اللي عليه، أو تضع عنه ما بقي عليه إن اجتهد فترة وكان يعني
يسدد مثلا ما عليه، ولكن الفترة طالت أو الأحوال والأسعار وما شابه ذلك، يقول لك لو أنت وضحت عنه، يعني لو اديته من مال الله الذي أتاك، يعني لو طلعت له من زكاة مالك تمشي ماشي، ولو غيرك اداله من زكاة مال بدون ما هو يسأل برضه تمشي ماشي، يعان على ذلك لأنه يعتبر يعمل على فكاك رقبته. وهذا من محاسن الشريعة يا إخواني، أن توجه السيد المالك إلى أن يعين من طلب المكاتبة أن يكاتب، بل وأن يوضع عنه إن أمكنه ذلك شريطة أن يكون صالح ولا يكون عنصر فاسد وعال على الآخرين بعد أن يخرج من قيد يعني الملكية الذي كان ينفق عليه السيد. يعني مثلا هو لو كسول جدا ومش بتاع شغل، لو قال له أنا هكاتبك هيطلع، هيبقى إيه؟ ممكن يضيع، يا إما يتسول، يا إما يبقى عالي على الآخرين، يا إما ممكن ماليش حد يأكله ويشربه ويضيع، لكن وهو عند سيده ملزم إن هو يأكله ويشربه ويرعيه، مش كده؟ يأخذ الحقوق كاملة. أيضا الشريعة تحافظ عليه، ولذلك حتى في إطلاقه ضبطت هذه المسألة يعني بهذه الصورة الجميلة. وأتوه من مال الله الذي آتاكم، يعني لطيفة في الحقيقة تحتاج إلى وقفة. هذه إشارة قرآنية مباركة للأغنياء، يا معاشر الأغنياء، المال الذي عندكم ليس مالكم أصلا، هذا وديعة عندكم، هذا أمانة عندكم. في الآية الثانية بيقول إيه؟ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مش كده؟ مستخلف يعني مؤتمن، يعني وكيل، يعني انت قائم على المال ده بفلوسي وشطرتي وجلي لا 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 لا، هذا المال مال الله وانت مؤتمن وكيل، ولذلك انت مطالب ان تؤدي الحقوق والواجبات التي عليك في هذا المال، من زكاة مفروضة، من صدقة زائدة، من صلة رحم، من نفق على من تجب عليك النفق عليهم. لذلك هذه تذكرة عشان ما تغترش، عشان ما تحسش بالعجب وان ده مالي وانما اوتيته على علم عندي مثلا كما قال قارون، لا، هذا المال مال الله، وانما اعطي لك كابتلاء وامتحان واختبار، ان اديت فيه الحقوق نجحت، وان لم تؤدي فيه يعني كان هذا وبالا عليك والعياذ بالله تعالى. لذلك كلما تذكرت هذه الكلمة وأتوه من مال الله الذي أتاكم، تبقى عارف أن المال ده مش بتاعك، ده أمانة عندك وأنت بتتحرك فيه بالضوابط، لا إسراف ولا تقتير، يبقى أمانة ده مالك وفي مباحات في النص، ماشي مش مشكلة، لكن خلي بالك لن تزول قدم عبد يوم القيامة عن الصراط، يعني حتى يسأل عن أربع، عن ماله، هو دلوقتي سماء نسبه له نسبة التصرف، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، جبته منين وديته فين. طيب من بدأ أنت تقول مال الله، أي والله نعم، لكن أنت اللي عشان أنت اللي هتتحاسب نسب إليك في الحديث اللي أنت هتتسأل عنه، جبته منين وديته فين. وفي المقام الأول إحنا عندنا قواعد وثوابت شرعية، قلنا أن الله عز وجل لما خلق القلم قال اكتب، قال وماذا اكتب، قال اكتب كل ما هو كان لقيام الساعة، الأرزاق والأجل والأحوال، مش كده؟ فالرزق كتب جرى به القلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا محل ودعوا محارب. إذا الأمر محسوم، فالمال مال الله وأنت مبتلى به وأنت الذي سيحاسب عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك من جملة الأبواب الجميلة التي يعني يدلنا إليها أن نساعد أمثال هؤلاء، وإن كان هذا الأمر غير موجود في هذا الزمن أو في هذه الأيام بالصورة التي كانت، والحمد لله لكثرة العتق وللترغيب فيه والبيان والترتيب الأجر عليه، لكن هذه أحكام شرعية تبقى موجودة، يعني ربما يحتاج لها في مكان ما في زمن ما تكون عندنا لنتعلم منها. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هذه كانت عادة في الجاهلية مشهورة، كانوا خصيصا يشترون الفتيات من روم ومن غيرها ويقوموا على تشغيلهن والعياذ بالله تعالى في البغاء في الغناء وفي الرقص وما شابه ذلك ليجمعن لهم الأجرة
يعني يجيب البغايا يشتريهم بفلوسه يقوم عنده عبيد إماء عنده ويقوم بتشغيلهن يكرههن على البغاء حتى يأتينا بحصيلة بمال. فجاء القرآن وأبطل هذا المعنى بالكلية، حتى لو كان عندك فلا يجوز لك ولا يصح، وإن كنت قد فعلت فأنت مدعو إلى التوبة، لو فعلت ذلك في الجاهلية أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تعينها إذا رفضت وأبت يعني هذا الأمر، أن تعينها على أن تكون يعني محصنة متزوجة وتعفها، وهذا ما رغب فيه أولا وكرر المعنى للتأكيد عليه. نعم، طبعا كانوا يفعلون ذلك لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فجاءت الآيات وبينت هذا المعنى أيضا. ومن يكرههن فإن الله من بعد كراههن غفور رحيم، يعني لو قدر الله حصل منك هذا كان خطاب لهم، فالتوبة تجب ما قبلها والتائب من ذنبك من لا ذنب له، والاستغفار وتعويض ذلك بالصالحات من الأعمال. نعم، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. يقول هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات، آيات عظيمة آيات كبيرة آيات جامعة شاملة فيها من الخير الكثير، التي تلاها على عباده ليعرفوا قدرها ويقوموا بحقها. فقال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي واضحات الدلالة على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع، بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة يعني عندكم. وأنزلنا إليكم أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم، من أخبار الأولين، الصالح منهم والطالح، وصفة أعمالهم وما جرى لهم وجرى عليهم، تعتبرونه مثالا ومعتبرا لمن فعل مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما جوزوا أي هم به. وموعظة للمتقين، أي وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، يتعظ بها المتقون فينكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى. هذه الآيات يا إخواني فيها لطائف جميلة جدا جدا. أول شيء تشير إلى السنن السابقة، ما الذي جرى مع من ساروا على الطريق من قبلك، وهذه دعوة للنظر للسنن والأمثلة والمواعظ التي وجهت من قبل من ساروا على الطريق لتتعلم لتعتبر، واستعيذ من وعظ بغيره. وفي هذا الكفاية والغنية بإذن الله تبارك وتعالى. يعني يا إخواني الآيات كانت بتتكلم في الأول عن إيه؟ عن البهتان، عن الإفك الذي افتراه أهل النفاق على عائشة رضي الله عنها، وعن ترويجه والكلام فيه والخوف فيه بهذه الطريقة، والحملة الإعلامية التي شنوها حتى أثروا على كثير حتى من الطيبين. يقول يعني لو نظرتم إلى السنن والأيام التي خلت لوجدتم هذا قديم الباطل يستعمله. أما تذكرون قصة يوسف عليه السلام؟ مش فاكرين قصة يوسف وكيف امرأة العزيز والقصة والموقف، ولسه سمعينها مع بعض في التهجد قبل كده في القيام. يعني الأمر ده مش جديد، أمر معروف وموجود. مريم عليه السلام لسه سمعينها امبارح ولا أول امبارح؟ أول امبارح سمعين قصة السيدة مريم العذراء عليه من الله السلام، وكيف اتهمت تهمها اليهود. اليهود النهاردة اللي هم بيعملوا تعاون مع النصارى ومع غيرهم، اليهود هم من اتهموا مريم البتول العذراء عليه السلام بالزنا، وقالوا ان عيسى عليه السلام ولد زنا، ولاقوا هذه العباره ويعني نشروها وتكلموا فيها في كل مكان. هذا امر طبيعي، الباطل حينما يعجز عن مواجهه الحجه بالحجه والوصول لاهدافه وشهواته وهواه يفعل اي شيء للدفاع عما يعتقد هو. يعني تخيل اليهود، عيسى عليه السلام إنما أرسل بهذه المعجزة الخالدة العظيمة من أم من غير أب لبيان عظيم قدرة المولى عز وجل، ليعني يتمم التوراة التي كانت مع موسى وهارون عليهما السلام، وقام عليها بعض أنبياء بني إسرائيل من بعدهم. فبعث عيسى عليه السلام لأن اليهود حرفوا وبدلوا وغيروا وقتلوا الأنبياء والرسل وصنعوا الأعاجيب. فلما ولد عيسى ونطق في المهد
في البدايه. انا عايز خلي بالكم ما اتكلمش وهو طفل كتير، هما كلمتين وبعدين مارس طفولته عادي جدا خالص. ازاي؟ لما اتت به قومها تحمله. طبعا هي في الموقف لما حصل الحصل والحمل ناداها من تحتها يعني اطمئني وطمأنها وبين لها ان هو جاي الغرض ورساله. وبعدين لما خدته ومشت بيه على طول الكلام حصل والتشويه والتشهير والطعن وكذا، فاشارت اليه، كانت صايمه ما بتتكلمش، الصيام كان عن الكلام، احمدوا ربنا. ايوه الكلام يعني الصيام كان عن الكلام، كان ممكن يقعد ثلاث اربع ايام الواحد ما يتكلمش، هو ده صيامه. ماشي؟ اختلاف في الـ في الـ في في يعني بعض الشرائع. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله. وتكلم وقال لهم القصه بتاعته انه جاي ليه وضعه وامتنع عن الكلام. فاليهود لما علموا بهذا عاش طفولته عادي بعد كده خالص. قعدوا خايفين منه مرعوبين رعب رهيب. ولما كبر وبدا يدعو الله عز وجل وبدا يعني يتحرك وكلف ومعاه حواريين ودعوه الى الله عز وجل، اشتطوا غضبا وقلبوا عليه الملك الروماني وقالوا انما يعمل على الانقلاب عليك واخذ الحكم وتاديب الناس، كذب وافترى طبعا كطبيعه يهود. طيب ايه الحل؟ ده لازم نخلص عليه. قالوا له بس انت وكلنا ومالكش دعوه بالموضوع، احنا نقتله ونخلص لك القصه دي كلها. الى اخر القصه طبعا. فالبهتان ده قديم مش جديد. وبعدين عشان افترائهم وجرؤتهم على الله عز وجل وهم عارفين ان هو نبي وانما اتى بالانجيل ليتمم التوراه وليحل بعض الامور ويحرم بعض الامور احكام جديده. ماشي؟ وهم يعلمون ذلك جيدا. المولى عز وجل يعني اولا حفظه وشبه لهم وما قتلوه وما صلبوه بل رفع الله اليه ويعاقبون بجريمه قتل انهم ادعوا ذلك. لما ظنوا انهم قتلوه وهذا يعني من خزي يهود انهم يعاقبون عليه ولم يقتلوه، ولكن قتلوا الشبه الذي القي عليه الشبه، وهو اما احد حواري عيسى الذي قال من يلقى عليه شبهي يكون رفيقي في الجنه، أو يكون الرجل الذي دل عليه يهود الخائن الذي قال أنا أدلكم على مكاني، كانوا بيدوروا عليه، كان مختبئا منهم، فلما دلهم عليه وهو في طريق الخروج عرف المكان ورايح يقول لهم تعالوا ألقي عليه الشبه. هذا في أثر أخرى يعني. نعم. وموعظة للمتقين فيها لطيفة جميلة جدا، يعني المواعظ لن ينتفع بها إلا أهل التقى. ماشي؟ ولو أننا اعتبرنا بهذا المفهوم لكانت للمواعظ أثار طيبة علينا في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا. لو احنا عملنا بس مواعظ القرآن حتى التي تحكي عن الأمم السابقة لكانت يعني خيرا عظيما لنا، وكانت من أعظم أسباب تثبيتنا في غربتنا في مواجهة الباطل في مواجهة الفتن في مواجهة الشيطان وشياطين الإنس بفضل الله عز وجل. لذلك المواعظ لن يستفيد بها إلا أصحاب التقى. وبالتالي لما تيجي مثلا تعظ من يعني أشرب بهواه ومن غفل ومن يعني مال إلى الدنيا لا يسمع ولا يعتبر ولا يلتفت ولا كأنك تكلمه أصلا لأنه ليس من المتقين. لكن الموعظة في الحقيقة يتعظ بها للتقى. طيب قد يكون واحد على غير الطريق ثم يتعظ، هذا من أراد الله به خيرا. من أراد الله به خيرا لحظة يعني هداية تقع الموعظة موقعا جيدا فتلقى قبولا فتعطي أثرا. ولذلك لا نيأس ما نجيش نقول مثلا لا أنت قلت الموعظة للمتقين ينتفع بها المتقين ومش هنعظ غير الطيبين والصالحين كذا، لا ده احنا امرنا ان ندعو في اوساط المنحرفين والسالكين طرق الضلاله والانحراف والبعيدين حتى يعودوا ويؤوبوا. هم زي ما هقول لك دلوقتي فيهم خير بس محتاجين الموعظه تتحط كويس ويستعمل الترغيب والترهيب والتذكير بالله تبارك وتعالى. نعم. قال الله تعالى: الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري،
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. كلام فيها في منتهى الروعة في الحقيقة. الشيخ السعدي كتب فيها كلام جيد جدا نقرأه ثم نعلق عليه. يقول الله نور السماوات والأرض. يقول النور الحسي والمعنوي يعني هو مصدر النور سبحانه وتعالى، وذلك أنه تعالى بذاته نور وحجابه نور، وهو الحجاب الذي لولا لطفه سبحانه وتعالى لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبه يعني بنوره سبحانه وتعالى استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور بمعنى يعني النور الشامل. وبه استنارت الجنة، وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله أيضا، فكتابه نور، القرآن ده نور، فكتابه نور وشرعه نور والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباد المؤمنين نور. الإيمان والحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة هذه نور في قلوب العباد. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلم والحصر. مثل نوره الذي يهدي إليه هو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين. يعني الغرض من المثال هذا أن الرجل يمثل نور الإيمان، نور القرآن، نور الخوف والحب والرجاء في قلب المؤمن، يمثله بهذا المثال العجيب. اسمع، كمثل يعني مشكاة. المشكاة يا إخواني عبارة عن كوة، لو حد من الناس القديمة يعرف إيه الكوة. الكوة هذه كان فتحة في الجدار مسدودة من الخارج ومفتوحة من الداخل، يعني طاقة، طاقة يقولون عليها عند البعض الفلاحين، يقولون عليها طاقة. الطاقة هي كوة في الشرع. بيقول لك إن مثل النور الإيمان في قلب المؤمن عامل زي نور المشكاة اللي هي الطاقة اللي هي محطوطة في وسط الجدار عشان تدي أكثر إضاءة وتحافظ على النور ذاته. إيش وضعها دي؟ يقول فيها مصباح، الكوة دي جواها مصباح، نور المصباح بحيث لا يتفرق، يعني بتبقى معمولة كده مجوفة جوه بحيث النور يبقى متجمع في مكان واحد. ذلك المصباح في زجاجة، الكوة الأول في الجدار وبعدين دخل الكوة فيها مصباح، المصباح في زجاجة لها صفاء ولها نقاء. هذه الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري يعني مضيء أضاء الدر. يوقد ذلك المصباح، المصباح اللي في الكوة ده يوقد من ذلك المصباح، يوقد من زيت الزيتون. زيت الزيتون يا إخواني فيه صفاء وفيه نقاء، لو جه عليه أي شوية نور هو بنفسه بينور من غير ما تشعل. لكن زمان كانوا بيستعملوه ك يعني يتحط فيه الفتيل بطريقة معينة زي نظام الشمع، بس بياخد زيت الزيتون من تحت من الفتحة اللي هي المصباح اللي فيها المصباح، فبيدي لمعان قوي جدا. هو بيقول لك ده زيت زيتون صافي له شرقي وله غربي. يعني قالوا يعني لو شرقي ولو غربي، بعضهم بيقول يعني المقصود الزيتون اللي موجود في أفضل منطقة زراعية في العالم اللي هي بلاد الشام، له شرقي وله غربي، اللي بتشوف الشمس طوال النهار، وبالتالي الشمس لما بينزل على الزيتون والزيتون يتعصر بيبقى له صفاء وله نقاء وله لمعان غريب جدا. ولذلك بيقول لك ان فعلا زيتون الشام غير اي زيتون، وزيت زيتون الشام غير اي زيت. هذه معروفه حتى اهل الدنيا يعرفون ذلك. بيقول لك ان الفتيل ده اللي في الزجاجه اللي في الكوه ده بي 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 محطوط له زيت له شرق وله غربي من زيت الشام الصافي النقي الذي فيه من اللمعان ما فيه. نعم.
يؤخذ من شجرة مباركة. طبعا الزيتون شجرة مباركة، والتين والزيتون وطور سنين، يعني زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، وإذا انتفى عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض كزيتون الشام تصيبها الشمس أول النهار وآخره فتحسن وتطيب ويكون أصفى لزيتها، ولهذا قال يكاد زيتها يعني من صفائه ونقائه يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني الإشارة هنا فيها لطيفة جدا، أن هذا الزيت يكاد يضيء لصفائه ونقائه من غير أن تمسه نار أصلا، فما بالكما لو مسته النار، هيكون طبعا نوره يتلألأ ويضيء بقوة ويصل يعني لأطراف المكان المراد إنارته به. وهذا هو الشبه لمن؟ للمؤمن. بيقول لك إن قلب المؤمن بفطرته النقية الصافية هو طيب في ذاته أصلا، وهو فيه خير أصلا، وهو يعني مثال طيب فعلا بكل معاني الكلمة، فما بالكم لو دخل في قلبه العلم والإيمان وازدادت يعني العقيدة في قلبه رسوخا، لا شك أن ده ممكن يضيء الكون، ممكن يضيء ما حواليه، ممكن يكون كالكوكب الدري ملفت للأنظار، دعوة صامتة للآخرين، مؤثر في كل من يتعامل معه ومن يأتيه ومن يجالسه. هكذا المؤمن مثل هذه يعني الكوة التي فيها ذاك المصباح الذي يتلألأ بإنارته بزيت الزيتون الصافي والنقي الذي هو من غير نار أصلا كأنه يضيء بلمعانه المعروف، فما بالكم لو يعني أشعلت فيه نار سيعطي هذا الزيت قوة إضاءة أكثر ولمعان أكثر وتأثير أكثر. هكذا قلب المؤمن، كلما تعلم، كلما اجتهد في طلب العلم، كلما ازداد من الأعمال الصالحة، كلما سمع وطاع القرآن والسنة، كلما كان مثاليا مؤثرا. وهذا يا إخواني واقع، لما نيجي نشوف النهاردة نقول مين اللي يعني يأثر في الناس، سواء في الأسرة، في المجتمع، في الرحم، في الزملاء، في الطريق، في السوق، في المناسبات، الإنسان الذي التزم بالشرع وتعلم دين الله وأحب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الخير للناس، هذا سيضيء للناس الطريق، هذا سيكون بفضل الله تبارك وتعالى سبب لإضاءة الطريق للآخرين، سينير لهم حياتهم حينما يدعوهم للعمل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولكن اللطيفة هنا يقول ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصلح له ذلك، قال يهدي الله لنوره من يشاء. هذه خطيرة جدا مخيفة، يعني قال لك إن مش أي حد يصلح يكون محلا لنور الله عز وجل. يا رب نور قلوبنا يا رب العالمين، حاجة مهمة جدا. خلي بالك قال لك إن ربنا سبحانه وتعالى يهدي لنوره من يشاء الصالح لذلك، الذي يكون محلا صالحا لهذا النور الذي سيحافظ عليه وسينور به الطريق للآخرين وسيعطي منه أشعة للآخرين ليكونوا مثله. ولذلك الإنسان ينظر في نفسه، هل أنا مستعمل في هداية الناس؟ يبقى عندي نور وإن كان قليل، وهذه بشرى أني ممن هداهم الله تبارك وتعالى. أما أنا ليس عندي شيء، فقط شيء لا يعطيه أصلا. ولذلك إن لم تكن مستعمل في الدعوة في نصرة الدين، في نشر الخير، نشر المعروف، تقليل الشر، تقليل الفساد، على الأقل تقدير تساعد على نشر الخير وتقليل الشر وتكون من أنصار الخير لا من أنصار الشر، هذا دليل أن فيك نور وأنك قابل لهذا النور. لكن في نوعية من الناس يعني نعوذ بالله من الخذلان، لا يقبل الخير ولا يقبل المعروف ولا يقبل أهله ولا يعين على يعني نشر الخير ولا نشر المعروف، وهو دائما في الشر والعياذ بالله تعالى.
ويصد عن الخير ويفعل الأفعيل، هذا خطر عظيم جدا. لذلك العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو من هو خليل الرحمن معصوم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أعظم الناس إيمانا، يعني أعظم الناس نورا في قلبه، صح ولا لا؟ أظن دي مش عايزة كلام. ومع ذلك كان يكثر من الدعاء والتضرع، اللهم اجعل في سمعي نور وفي بصري نور في قلبي نور عن يميني نور عن شمالي نور من أمامي نور من فوقي نور، اللهم اجعل لي نور يا نور السماوات والأرض، مش ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا ينور قلوبكم. معنى مهم جدا جدا، يا يعني ينبغي أن تحرص أن تكون كذلك، تضرع إلى الله عز وجل واطلب من المولى عز وجل أن يمن عليك أن يكون قلبك صالح لهذا النور لتكون مشعا به للآخرين. ولذلك الهداية لهذا النور تحتاج إلى دعوة خاصة، يعني مش تطلب النور بس، لا ده أنت تطلب الهداية قبل النور. النبي كان بيطلبها كده برضه في الحديث، اللهم اهدنا في من هديت، والموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله. يبقى إذا تطلب الهداية من الله عز وجل عشان قلبك يكون صالح وقابل لتلقي النور واستعمال النور، مش عايزينك تتلقى النور وتخليه جوه بس، لا ما حدش شايفه، ده احنا عايزين يظهر على الجوارح والأركان وتتحرك في الدعوة الله عز وجل تنشر النور في محيط الأسرة مع الجيران في المسجد وفي العمل وفي الطريق وفي المواصلات وفي المناسبات، وتتواصل مع الناس مجتمعيا حتى توصل هذا النور العظيم وتكثر من دعائه سبحانه وتعالى ليجعلك من أهل هذا النور العظيم. نعم. يقول ويضرب الله الأمثال للناس، يعني ليعقلوا لتصل المعلومة لتصل الفكرة. ولذلك قال في موطن آخر وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يفكروا. طيب احنا لما شرحنا كلمة المشكاة والنور وضربناها بمثل قلب المؤمن ونور العلم والصالحات، وصلت الفكرة بسهولة؟ وصلت. فأنت محتاجينك تركز على الأمثال، أي مثال تجده في القرآن قف عنده وتدبر فيه هتستفيد منه. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الأمثال دي مش جاية كده اعتباطا، مش جاية كده سد فراغ، إنما هي لنتفكر ونتعظ ونعتبر ونعمل بها ومن خلالها. نعم. والله بكل شيء عليم، فعلمه محيط بجميع الأشياء، فلتعلموا أن ضربه الأمثال إنما عن علم بالحقائق، حقائق الأشياء وتفاصيلها، وأنها مصلحة للعباد، فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها، فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى. يعني لما تلاقي أن القرآن يعني بيختم الآية بمعنى كهذا، والله بكل شيء عليم، عشان إيه؟ تلفت نظرك لسعة علم الله عز وجل، وأن هذا الموضوع عن علم. أي علم؟ علم، اسمع، وسع كل شيء علمه، قد أحاط بكل شيء علمه، يعلم السر وأخفى، يعلم الغيب والشهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى إذن ده علم، علم مشكلة بس، مقرون بحكمة، مقرون بخبرة، مقرون بقوة، مقرون بقدرة، مقرون بمشيئة سبحانه وتعالى. إذن هذا يجعلك تسلم لما عرض عليك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. طبعا في بيوت، أي في بيوت الله عز وجل، أي في المساجد، هذه البيوت التي فيها يعطى النور ويفهم النور ويطرح النور، أي العلم الشرعي، أي معالم الإيمان والعمل الصالح، الناس تتعلمها هنا في هذه المساجد. فهو يقول هنا إشارة لأهمية المساجد ودور المساجد في نشر هذا النور. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني تكون لله خالصة، لا لعصبية، لا لحمية، لا لجاهلية، لا لمناهج شرقية وغربية، إنما هي لمنهج الله تبارك وتعالى. يسبح له فيها بالغدو والآصال.
قيل الإشارة هنا أن يعني الأجواء في أول النهار وفي آخر النهار فيها هدوء وفيها سكينة، وبالتالي يعني حثنا على الإكثار من الذكر في هذه الأجواء، لذي أذكر الصباح والمساء. ماشي، فيعني يريتك تحافظ على هذا المعنى، أذكر الصباح تقوله في المسجد لو أمكن، أجر عظيم اللي يصلي الصبح في جماعة ويجلس يذكر الله عز وجل في المسجد، في حتى في المسجد ماشي حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين من الضحى كتب له أجر إيش؟ حج وعمرة تامة تامة تامة، فضل عز وجل. الحديث عند الترمذي يعني شرف عظيم جدا. كذلك لو أذكر المساء، صلي العصر تقول أذكر المساء لغاية المغرب، أو تقولها قبل المغرب شوية أو بعد المغرب، ما فيش إشكال، بس تواظب على أن تكون من الذاكرين في بيوت الله عز وجل، لأنها تشهد لك فهذه بيوته، ويعني حقا عليه يعني أن يكرم زائريه وذاكريه وشاكريه سبحانه وتعالى. طبعا يعني هذه الآية الأخيرة التي قرأت علينا، وحتى لا نطيل نكمل غدا إن كان في العمر البقية. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.